تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكروا معي بمعنى هذه الآية، ألم ننسى نفوسنا؟ هل الواحد منا ماذا يصنع من حين ما يصبح صباحا إلى أن يمسي؟ نعم يقف في الصلاة، قد يقف في الصلاة وعقله نصفه في الصلاة والنصف خارجا عنها، يمضي حياته في لقاء الناس. إذا لم يجد شيئا يعمل، واحد رايح عند طبيب الأسنان وعليه أن ينتظر ربع ساعة تثقل عليه، هالربع ساعة يثقل عليه الزمان. ليش؟ لأننا لا نستطيع أن نخلو بأنفسنا. والله عجيب، نفسي أنا عدو لي؟ أريد عمري اللي رأس مالي أقطعه بأي شيء؟ واحد بيقول لك بإيش بدي قطع الوقت؟ يسأل الشباب بماذا نمضي فراغنا، ولك يا عمي فراغكم هذا وفراغي هذا ووقتي ووقتكم هذا رأس المال، هذا هو العمر. فهل نسعى لأن نقطع أعمارنا، نقطع أوقاتنا بقراءة رواية سخيفة، بمشاهدة فيلم تافه، بحديث أو اجتماع لا منفعة منه في دنيا ولا آخرة؟ أي شيء، هات لي أي شيء، بس لا تتركني أنا ونفسي أواجه الزمان الذي هو العمر. إذن أنا نسيت نفسي، هذه عقوبة من الله. نسينا ربنا فأنسانا أنفسنا.